السلام عليكم. قد يتشكل مستوى الوعي الحضاري في أمة من الأمم بحسب الطريقة التي تنظر بها هذه الأمة إلى نفسها أو إلى إنسانها، وقد يكون من المفيد في الحالة العربية بيان موقع أحد جنسي هذا الإنسان وهو المرأة في الموروث الثقافي العربي ومعرفة أوضاعها في يومنا هذا. قيمة المرأة في العقل الجمعي العربي ومكاسبها أو خسائرها في وقتنا الراهن ومستقبلها المجتمعي والسياسي ثلاثية ينبني عليها الحوار في حلقتنا هذه من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. تستأثر قضية المرأة في الخطاب العربي بمساحة واسعة من النقاش والجدل بين التيارات الفكرية والسياسية، غير أنه لا يزال الوضع الذي تعيشه المرأة العربية محل تجاذبات على الرغم من إنصاف الإسلام للمرأة بكل المجالات، إلا أن اجترار نزعة الأعراب الجاهلية لا زالت حاضرة عند كثير من العرب إلى يومنا هذا. المرأة في يومها العالمي تعيش المتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية وتتحمل أعباء جزء كبير مما يعصف بالمجتمعات بشكل عام، لكنها في ذات الوقت تبحث عن دور يليق بها، فعاشت بين البحث عن الحرية المطلقة بعيداً عن كل القيود وبين المطالبة بالحقوق الأساسية. موجات العنف وحالات الطلاق التي تتعرض لها المرأة في الدول العربية أصبحت شائعة ومألوفة، فإن متوسط حالات الطلاق الشهرية تصل إلى نحو 8000 حالة في العراق مثلاً، فضلاً عن عشرات النساء اللاتي يترملن كل يوم نتيجة أعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة، ما يضطر تلك النسوة إلى الانخراط في سوق العمل لإعالة أطفالهن. أما مخيمات النزوح التي تقبع فيها عشرات الآلاف من النسوة اللاتي يتعرضن لشتى أنواع الإهانات اللفظية والنفسية والضرب بحسب تقارير محلية ودولية، فهي بحد ذاتها سجون كبيرة تمارس فيها الانتهاكات يومياً وبشكل ممنهج. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أشارت في اليوم العالمي للمرأة إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء وتزايد حالات الطلاق وتعرضهن إلى الانتهاكات الصارخة والاغتيال والخطف والاتجار بالبشر من قبل الميليشيات والأحزاب الفاسدة. ما يعرض في وسائل الإعلام جزء يسير لما تتعرض له المرأة في الدول العربية من سلب لحقوقها وحرياتها التي منحها الإسلام إياها، فصارت تبحث عنها في الغرب لعلها تجد ضالتها بعد أن خذلتها الأنظمة العربية. إذن عن موضوع المرأة العربية في زمن التحولات، ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيدة كندا حواصلي الباحثة في قضايا المجتمع، وعبر سكايب من اسطنبول الدكتور حمدي شاهين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا بضيفي الكريمين. لو بدأنا معك سيدة كندا، يعني إذا ما تحدثنا عن هذه المرأة العربية منزلة، مكانة، قيمة في العقل الجمعي العربي، في الموروث الثقافي العربي، فماذا يمكن أن يقال؟ بداية فأريد أن أوضح فكرة ما الذي نعنيه بالموروث الثقافي العربي وكيف يتشكل. في أغلب المجتمعات الثقافة تتشكل من عدة أمور تتعلق بمنظومة دينية، منظومة عرف وعادات وتقاليد، أيضا تتأثر بالمكان، بالطبيعة الجغرافية، تتأثر بالقومية وطبيعة الناس التي تعيش في منطقة معينة. لو رجعنا إلى المجتمعات العربية يعني حاولنا أن نفكك من أين تكونت المنظومة الثقافية لهذه المجتمعات، نجد أنها قائمة بداية على تعاليم الإسلام كمنظومة فكرية أساسية. الإسلام أعطى للمرأة الكثير من الحقوق، جعلها مساوية للرجل بمعظم الحقوق، حق الحياة، حق التملك، حق التعبير عن الرأي، وخالف بينها وبين الرجل في حقوق أخرى تتعلق في بعض القضايا الجزئية مثل الميراث، مثل
موضوع القوامة وغيرها، هذه المنظومة الدينية أثرت بشكل كبير على العقل الجمعي العربي. فعندما تسأل أي أحد من المجتمع العربي ما هي مكانة المرأة، سيعود إلى مكانتها التي أعطاها في الإسلام بأنها نصف المجتمع وهي إنسانة محترمة ولها هذه الحقوق. أيضا تأثرت مكانة المرأة بالبيئة وبالمحيط، فمثلا العرب كأقوام هم أقوام يعني ترتفع لديهم معدلات الغيرة والحمية، ولديهم احترام لمفهوم الأسرة والزوجة والأم، وبالتالي يعني هذه الطبيعة البشرية انعكست أيضا في الرؤية تجاه المرأة. العرف والعادات والتقاليد لها دور أيضا، فقد صاغت الكثير من مكانة النساء. هذه الأمور يعني هذه المنظومة يعني ذكرتي نقطة مهمة جدا أستاذة كيندا، أنك قلت أن العرب يعني يحتفظون بخصائص نفسية تميل إلى الحمية والغيرة، نعم، والنظر بطبيعة خاصة إلى الزوجة والبنت والأخت والأم. هل هذه النظرة المنبعثة من هذه الخصائص وهذه الصفات انعكست إيجابا على المرأة في المجتمع في العقل الجمعي العربي أم سلبا؟ أريد أن أنهي الفكرة السابقة. هذه المنظومة الفكرية وهذه المنظومة الثقافية المثالية نوعا ما لم تنعكس بشكل دقيق على السلوك، وإنما يعني كان هناك بعض ازدواجية في المعايير ما بين الأفكار المطروحة حول المرأة وما بين التطبيقات. صحيح أن الشخصية العربية يعني تسعى إلى أن تعتبر أن المرأة هي الحرمة، حتى أن اللفظ الدارج في المجتمع الحرمة يعود من كلمة الحرم، وهو أي المكان الذي له قواعد وله لا يجوز انتهاكه أو لا يجوز الاقتراب منه إلا وفق معايير، ويحظى بقدسية كبيرة. فالرجل يعتبر أن الأسرة بما فيها من النساء سواء كانت زوجة أو أم أو أطفال أو بنات هم حرمه الذي مسؤول عن صونه والذي يجب أن يعمل على حمايته من كافة الظروف الخارجية. هذه المنظومة الفكرية كما قلت هناك يعني لم تنزل على حيز الواقع بشكل صحيح، وإنما كان هناك اختلاف ما بين السلوكيات ما بين عند التطبيق وما بين النظرة الذهنية. فهناك النظرة الإسلامية تعلي شأن المرأة، ولكن أحيانا على حساب التطبيق نجد أن هناك بعض التجاوزات، بعض الأخطاء، بعض الانتهاكات التي لحقت بالمرأة العربية والتي تعود إلى أسباب مختلفة يعني كثيرة، اجتماعية وسياسية وفكرية وثقافية وتاريخية أيضا. طيب دعينا نرحب مرة أخرى بالدكتور حمدي شاهين معنا عبر سكايب من إسطنبول. دكتور، في التاريخ العربي الذي تشكل بمفهومه الناضج والواعي بعد البعثة النبوية بعد ظهور الإسلام، يعني وصيغة في نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي محدد، في هذا النظام هذا المجتمع العربي هل يلحظ حضور ما للمرأة؟ وليس بالضرورة أن يقتصر هذا الحضور على الإنجاز العملي والمادي والعلمي، وإنما يتعداه إلى المكانة المعنوية والنفسية. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة المرأة العربية قبل الإسلام وبعد الإسلام في 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 تغيير كبير في الصورة. قبل الإسلام كنا نرى يعني علوا كبيرا في ارتفاع المرأة أحيانا وانخفاضا كبيرا أيضا في أحيان أخرى. وصلت المرأة إلى سدة الحكم في اليمن في بلقيس، ملكة بلقيس في اليمن، وفي الملكة زنوبيا في تدمر، وارتكب يعني وصلت إلى مكانة عالية أيضا مع السيدة خديجة والسيدة هند بنت عتبة ويعني سيدات المجتمع العربي بشكل عام. لكنها في نفس الوقت كانت تؤد، المرأة كانت تؤد، كان في وأد النساء، ولم يكن للمرأة حقوق مالية مستقلة، ولم تكن لها حقوق في الإرث، ولم يكن لها حق في المهر، الرجل يأخذ مهر ابنته ويزوجها. فيعني لكن بعد الإسلام الوضع اختلف، أصبحت المرأة حقوق يتعبد بها. المرأة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت له، قالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني ليرفع مكانة ابن أخيه، وإني كرهت ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك والأمر إليك. فقالت فإني قد وافقت فيما فعل، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس لآبائهن من ذلك شيء. فالمرأة علمت أن لها حقا وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدافع عن ذلك الحق. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. القرآن نزل
أكثر من مرة بالتشريع بمناسبة وجود المرأة في مثل هذه الآية. المرأة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو مظاهرة زوجها لها أو ظهار زوجها لها، فنزل القرآن بتحريم الظهار. السيدة عائشة نزل القرآن بحد الافتراء 80 جلدة لمن اتهم المرأة بغير دليل كما في حادثة إفك. نزل القرآن بتشريع التيمم مثلا في بديل الوضوء في حالة سيدة، في حالة كانت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها أيضا. فالمرأة وصلت إلى مكان عالية، المرأة تشارك في الجهاد، تشارك في الغزوات. نسيبة بنت كعب وصلت إلى 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 هذه المكانة العالية أن فر بعض الرجال في أحد، وثبتت نسيبة بنت كعب مع طبعا معظم الجيش الإسلامي، وأعطت مثالا غالبا أول شهيدة في الإسلام كانت السيدة سمية أم عمار بن ياسر. أول امرأة أول من أسلم في النساء في الإسلام نعم. كانت امرأة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. دكتور شاركت المرأة في الهجرة إلى الحبشة. دكتور شاركت حمدي يعني هذا وكان بعضهن من يعني أباء هذا البيان يعني سهيلة بنت سهيل بن عمرو كان أبوها كافرا وهاجرت مع زوجها. طيب هذا البيان لوضع المرأة العربية كان في صدر الإسلام حيث الإمام موجود، حيث الإمام موجود، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقرر شكل التعامل بناء على الوحي والنصوص الشرعية. لكن حتى يفهم المثل في الثقافة العربية ينبغي أن تضعنا في صورة ما كانت عليه هذه المرأة بعد المرحلة النبوية وبعد الخلافة الراشدة، الناحية التطبيقية والفهم الذي طبقه العرب فيما يتعلق بمنزلة المرأة ومكانتها. لك أن تعلم مثلا لما ترجم ابن حجر للنساء في عصره في القرن 8 الهجري كانت معظم التراجم خاصة بالنساء الفقيهات، يعني كان معظم تراجم ابن حجر في القرن 8 الهجري كانت للنساء. ابن عساكر رضي الله عنه لما تحدث عن السيدات كن لهن أثر في تعليمه، تحدث عن ذكر 80 امرأة كن شيخات له. الإمام الذهبي مثلا لما ذكر شيخاته أكثر من ذلك، ابن حجر العسقلاني يعني ذكر كثيرا من شيخاته. تراجم النساء في تاريخنا العربي بعد عصر النبوة زاخرة بهذا الدور الكبير للنساء، حتى وصلنا إلى عصرنا الحديث. يعني جامعة القاهرة مثلا لما يعني نذكرها بالخير، إنما أرضها التي بنيت عليها كانت ملكا لفاطمة بنت الخديوي إسماعيل. أول مدرسة أسست في مصر للنساء 1873 كانت من إحدى الأسرة الحاكمة، إحدى بنات الأسرة الحاكمة. فالمرأة ظلت لها أدوارها الكبيرة في تاريخ عربي. يعني حتى لو وصلنا إلى الثورات العربية سنجد هذا الزخم الكبير لدور المرأة في الحراك السياسي الذي شاهده العالم العربي في فترتنا الحالية. طيب أستاذة كيندا، يعني ما زلنا في الجانب التاريخي، والحديث عن الجانب التاريخي مهم جدا وحاسم كأرضية لانطلاق فهم المرأة في واقعنا الراهن. في مسألة التاريخ ثمة رأي يقول بأن المرأة في الماضي حققت مكاسب حقيقية، لكن هذه المكاسب كانت بناء على ضغوط من جهات خارجية، منظمات، دول، أكثر منها تعبير حي عن تطور في داخل المجتمع العربي. كيف يمكن أن تعلق على هذا؟ لو عدنا للتاريخ، لو عدنا لمسيرة المرأة خلال التاريخ السابق، وهي مسيرة يعني مسيرة تتوافق مع مسيرة مجتمعاتها. المجتمعات كانت تارة صاعدة وتارة في حالة ضعف. وجدنا أن المرأة تأثرت بشكل كبير بهذه المجتمعات وكان لها دور، وقد نقلت لنا صحائف التاريخ الكثير من الأخبار عن النساء. فعلى سبيل المثال قد يستغرب البعض أن يسمع بأن السيدة مثلا شفاء بنت عبد الله كانت أول وزيرة بمفهومنا الحالي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وهي كانت معلمة وفقيها وأصبحت يعني مسؤولة عن الحسبة وعن حل المشاكل في السوق. أيضا مثلا لو ذهبنا إلى تونس وجامعة القرويين سنجد أن هذه الجامعة وهذا الصرح الحضاري الكبير من أنشأته ومن قامت عليه هي فاطمة الفهرية، وهي سيدة قديرة أنفقت كل ميراثها وأوقفته في سبيل تعليم العلم، وأصبحت هذه الجامعة الجامعة الأولى في العالم التي تعطي شهادة الطب في وقت كان هذا الأمر غير معروف أبدا. حتى لو ذهبنا إلى بلاد الشام في مراحل مختلفة سنجد أن مثلا هناك الكثير من الأوقاف، وخاصة مثلا الأوقاف التعليمية، وبالذات مثلا في العهد الأيوبي النساء الأيوبيات أوقفوا الكثير من الأوقاف التعليمية
التعليمية، كان هناك أوقاف للعناية بالنساء المطلقات والأرامل والأيتام، كان هناك أوقاف لرعاية طلاب العلم، وما تزال هذه الأوقاف حاضرة حتى الآن. فالمرأة سابقا منذ عهد الإسلام وما بعده تأثرت بوضع مجتمعاتها، وعندما كانت يعني هذه المجتمعات منفتحة وتأخذ دورها الحضاري، قامت المرأة أيضا بدورها وقامت أيضا بتقديم ما تستطيع عليه. ولكن عندما يعني تعرضت هذه المجتمعات إلى انتكاسات، فمن الطبيعي أن يغيب أو يغيب أو يضعف تأثير المرأة أو دورها في الساحة، فلا يعني لا نسمع لها الكثير من المشاركات. لكن النقطة مهمة، يعني في التاريخ الحديث ربما لم أحصل على إجابة دقيقة عنها، يعني في التاريخ الحديث أن ما يقال عن أن المرأة حققت مكاسب وظهرت ووصلت إلى السلطة وحققت حضورها الفاعل في المجتمع كان نتيجة ضغوط خارجية، وخصوصا في مرحلة ضعف الدولة الإسلامية التي كانت تمثله وقت السلطة العثمانية. إلى أي مدى يعني تتفقين مع هذا الرأي بأن هذا الحصول على الحقوق والحصول على الحضور والميزات بالنسبة للنساء لم يكن نتيجة تطور طبيعي داخل المجتمع العربي؟ يعني بداية أريد أن أنوه أن يعني هذا التطور في شأن المرأة وفي قدرتها على استحصال حقوقها ربما حصل في السنوات الأخيرة أو النصف الثاني من القرن العشرين، لكن بداية أن يعني وضع المرأة لا يمكن أن نفصله أبدا عن وضع المجتمع. لا يمكن أن تتطور المرأة أو تأخذ حقوقها في وقت يكون فيه مجتمعها في حالة ضعف أو تخلف أو أنه لا يحصل على حقوقه، فهي حركة متناغمة. عندما تتحرك المجتمعات باتجاه التطور باتجاه تحسين أوضاعها، سنجد أن المرأة أيضا بدأت تتأثر بهذا الحراك. وهذا العصر فيه الكثير من التبدلات، الكثير من التحولات، بعضها يعني كانت تحولات داخلية من داخل المجتمعات العربية، تحركت استجابة لتحديات، استجابة لاحتياجات، وكانت المرأة جزءا منها، وبعضها تحولات قسرية يعني أجبرت عليها المجتمعات نتيجة العديد من الأمور، منها بداية الاحتلال ثم الاستقلال ثم العولمة وما أثرته ثم الانفتاح الحالي. فالمرأة يعني تأثرت وتفاعلت مع كل هذه الظروف، استغلت بعضها، تراجعت بسبب بعض الظروف الأخرى، ولكن لا نستطيع أن نقول أنها يعني قد تفاعلت بشكل جيد وحققت مكاسب كبيرة. حققت نعم جزء من هذه المكاسب، وما تزال تناضل من أجل أن تحقق الأكثر وتستغل الظروف وتستعيد وجودها وفقا لما يعني تفسح لها هذه المجتمعات، وما زالت أيضا تناضل على جهة أخرى بمواجهة بعض المشاكل الكبيرة، بمواجهة بعض التحديات، بمحاولة التغلب على الظروف القاهرة التي أحيانا تكون خارج قدرة المرأة على التحمل وخارج قدرة حتى المجتمع عندما تفرض عليه ظروف صعبة. دكتور حمدي، لا ينكر أحد أن للمرأة حقا وحضورا يجب أن تتمتع به في المجتمع العربي، لكن إلى أي مدى أثر فترة الاحتلال الغربي للمنطقة العربية والذي بدأ مع حملة نابليون إلى مصر، إلى أي مدى أثر على منظومة المفاهيم في المجتمعات العربية ومنها النظرة إلى المرأة؟ بمعنى آخر، إلى أي مدى هذه المرأة العربية التي اليوم حققت مكاسب وحضورا وطريقة فهم وتصور معين متأثرة بالنمط الذي أرساه الاحتلال الغربي لبلاد العرب؟ صحيح أن الغرب ضغط في اتجاه إعطاء المرأة مزيدا من الحقوق، لكنه كان نصب عينيه أن يشكل المرأة ضمن المنظومة الغربية وليس ضمن منظومة تراثها الفكري أو تراثها الإسلامي. وضعت المرأة بضغوط الغرب في خصومة مع الرجل، فكانت الدعوات تطلق على أن المرأة لن تنال حقوقها إلا على حساب ما يتمتع الرجل به من حقوق. خصومة دائمة بين الرجل والمرأة انعكست على الأسرة. أيضا وضعت المرأة في صراع مع تكوينها الثقافي والفكري، تراثها الثقافي والفكري، بأن أفهمت أن الإسلام هو العقبة الكبرى في طريق تقدمها. ونحن نتذكر هنا أن سعد زغلول مثلا الزعيم المصري لثورة 19 في ميدان التحرير، وكان اسمه ميدان الإسماعيلية، تظاهرت النساء تأييدا للثورة، فقامت إحداهن خطيبات
فخطيبة، فقام سعد زغلول بعدما انتهت من خطبتها وصفق لها الجميع وأعجب بما قالت، قام بخلع نقابها، فسمي هذا الميدان ميدان التحرير، لأن المرأة تحررت من حجابها أو تحررت من نقابها، فوضعت حرية المرأة في خصوم في إطار الخصومة مع التراث الإسلامي، وكأن الإسلام هو الذي يحرم المرأة من حقها. الغرب ضغط في اتجاه هل هذا دكتور حمدي، نقطة مهمة، معذرة، نقطة مهمة، هل هذا ما تفضلت بالحديث عنه أثر بعد ذلك في مسار الذي سارت فيه قضية المرأة في الوطن العربي؟ نعم، ما زلنا في تداعيات هذه الفكرة، أن ينظر إلى قضايا المرأة بمعزل عن قضايا مجتمعية. يعني قضايا مجتمعية كثيرة تطرح الآن في مجتمعات مأزومة، المجتمعات العربية مجتمعات مأزومة ومهزومة، لكن يراد أن تنال المرأة كل الحقوق في هذه المجتمعات وفق المنظومة الغربية. فحق المرأة وفق المنظومة الغربية أن يعني أن تحجم تعدد الرجال، تعدد النساء مثلا، أو أن تتصرف في قضية الميراث بأن تتساوى المرأة بالرجل. معارك مفتعلة شغلت بها المرأة وشغل بها المجتمع الإسلامي أو المجتمع العربي. أين قضايا الفقر التي تعاني منها المرأة في عالمنا العربي؟ أين قضايا العنوسة التي تعاني منها المرأة في عالمنا العربي؟ أين قضايا البطالة التي يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء؟ أين قضايا القهر السياسي الذي تتعرض له المرأة العربية وبخاصة في بلاد الربيع العربي؟ عندنا في مصر آخر إحصائية تقول في 135 امرأة في المعتقلات والسجون المصرية بعضهن مختفيات قسرية منذ عدة أشهر. أين مصير المرأة السورية لما يعني انتهكت الأعراض واستبيحت الحرمات وخسرت المرأة رجلها وزوجها وولدها وأخاها في حرب بشعة لا نعلم يعني متى تنتهي؟ فأين حقوق المرأة في مثل هذه المنظومة؟ تختفي في سبيل إيقاظ فتن كبيرة جدا تنادي بحرية المرأة وفق المنظومة الغربية لا وفق المنظومة العربية أو وفق احتياجات المرأة العربية. قضية مهمة جدا أن قضايا المرأة تتخذ مطية للتسلل إلى قضايا الأسرة. يعني الآن في مقررات الأمم المتحدة الأخيرة قضية الجندر و الحديث عن أن الجندر ليس ذكرا وأنثى فقط وإنما هو ما يختاره الشخص لنفسه النوع الثالث، المدخل هذا مدخل إلى إفساد الأسرة نفسها من خلال إيهام المرأة أن هذه قضية جوهرية وينبغي أن تتصدى لها وأن تدافع عنها وهكذا. فاتخذت المرأة مطية للإفساد الأسري، إفساد المجتمعات العربية الإسلامية. أنا أذكر لما تقدم الجيش الفرنسي في معركة ميسلون سنة 1920 في سوريا، كان القائد الفرنسي يحمل في سيارات متعددة يحمل نساء مومسات قد قدم بهن من فرنسا. فلما سئل عن ذلك قيل له أنت داخل في معركة عسكرية، لماذا تأتي بالعاهرات معك؟ قال أثر هؤلاء سيبقى، أما أثر السيف والسلاح فسيفنى. فالغرب حين دخل هذا المدخل كان يعلم تماما ما يريده، يعلم تماما يعني إشعال الحروب في المجتمعات الإسلامية بين الرجال والنساء، والإسلام يقول النساء شقائق الرجال، وإشعال الحروب من داخل أسرة المسلمة حتى تنهار البنية الاجتماعية الأساسية في مجتمعاتنا الإسلامية. هذه قضايا لا تحتمل التأخير. هذا صوت ينبغي أن يعلمه كل أحد، أن وضع المرأة في غير موضعها وشغلها بغير معاركها الحقيقية هو خصم من رصيد الأمة في قوتها وفي وضعيتها الاجتماعية وفي احتمالات التقدم لها وإن كانت محدودة. نعم، بعد الفصل سنعود لنسأل عن جملة المكاسب التي حققتها المرأة العربية أو الخسائر التي تعرضت لها. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات.
طيب الله أوقاتكم. هذه عودة بعد وقفة لاستئناف الحديث عن وضع المرأة العربية اليوم. أستاذة كندا، يعني المرأة العربية هل تحقق مكاسب مضطردة أم أن الطريق مضطرب فيه خسائر ومكاسب في المنطقة العربية؟ والله يعني وضع المرأة العربية لا يمكن أن نضعه في سياق واحد، فنحن أمام شرائح متنوعة. لا يوجد هناك تيار عام نقول أن المرأة فيه تتحرك صعودا أو هبوطا. لدينا بعض وضع النساء يختلف ما بين المجتمعات، سواء كانت مثلا مجتمعات مستقرة أو مجتمعات مضطربة، مجتمعات غنية أو مجتمعات فقيرة، أو مثلا المدينة والريف. لكل حالة من هذه المجتمعات لها خصوصية معينة، لكن من الواضح أن هناك شرائح أو تيار من النساء يتجه باتجاه صاعد، ولو كان هذا الاتجاه يعني بطيء. نشهد مثلا حالة من الإقبال على التعليم والتعليم الجامعي، الجامعات تسخر بالنساء. هناك رغبة عند المرأة لمتابعة تعليمها الجامعي وما بعد الجامعي، وحتى هناك من تتخصص في الجامعات الأجنبية وتتخصص باختصاصات نادرة. أصبحنا نجد الآن السيدات الأعمال ومبتكرات والرياديات، ونشاهد أيضا السياسيات، ونشاهد بعض النساء اللواتي حتى المفكرات والكاتبات. هذا خط يدل على أن هناك حالة من الوعي شملت المرأة هذه الحالة، وأرادت أن تحسن أو تحجز مكانها في التأثير وفي التغيير. وفي نفس السياق وفي نفس الخط يمكن أن نشاهد أن هناك خطا أو شريحة من النساء، وقد تكون الشريحة الأكبر إلى حد ما، تأثرت بالأوضاع السياسية، تأثرت بالأوضاع الاقتصادية، تأثرت بأحيانا حالة التجهيل، وتأثرت بالسياسة الإعلامية التي يعني أصبحت مثل الاحتلال الطاغي الذي أثر على مجتمعاتنا. فأصبحت مثلا هذه الشريحة من النساء أشد بؤسا أو أشد فقرا، أو أنها معاناتها يعني توسعت، أصبحت بلا معيل، أو أصبحت تفتقد الكثير من حقوقها. وبالتالي لا يمكن أن ننظر إلى مشهد النساء على أنه مشهد واحد، وإنما لدينا خط متذبذب فيه جزء صاعد وفيه جزء هابط. الصاعد والهابط، لو أجملنا الإجابة، ما هو الصاعد وما هو الهابط؟ الاتجاه الصاعد هو الاتجاه الذي نجد فيه المرأة تسعى إلى أخذ المزيد من الحقوق، المزيد من التأثير، المزيد من المشاركة في الحياة العامة، في حل المشكلات، في إيجاد الحلول، في حتى في موضوع التربية، في موضوع تربية الأولاد، في موضوع التخصص في ذلك، في موضوع التفوق في بعض الجوانب. هذا أمر واضح سواء يعني في الكثير من الحالات، حتى المجتمعات التي تعاني من مشاكل واضطرابات أو البلدان التي شهدت حروب، لاحظنا أن هناك تيار من أو مجموعة من جيدة من النساء، رغم كل المعاناة ورغم كل الظروف الصعبة استطعنا أن ينهضن وأن يثبتن أنفسهن وأن يتحدين هذه الصعوبات والظروف. فمن هنا من أنشأت مشروعا خاصا، ومن هنا من استكملت تعليمها، ومن هنا من بدأت بداية أخرى استطاعت فيها أن تقهر هذه الظروف وتتغلب عليها. عن الهابط، وفي نفس الوقت مثلا هناك نشهد أن هناك حالة مثلا من تيار من النساء بدأنا يبتعدنا عن التعليم أو يستسلمنا للواقع. مثلا نلاحظ ارتفاع في معدل زواج القاصرات، ارتفاع في نسبة الأمية في بعض المجتمعات، ارتفاع مثلا النساء المعيل بدون معيل، أو النساء اللواتي مثلا يتكفلن أسر فيها حالات إعاقة وفيها حالات فقد وفيها حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة دون أن يتلقين أي مساعدة أو تأهيل، أو دون أن يستطعن أن يواجه، لا يملكن الأدوات التي يواجهنا فيها هذه الظروف. فهذا يعني التيار يتسع، وخاصة في الدول التي تشهد هذه الاضطرابات. أيضا موضوع اللجوء والنزوح والمخيمات، كل هذه الأمور تؤثر على المرأة بشكل خاص. طيب دكتور حمدي، الانتفاضة العربية مثلت مرحلة تحول تاريخي ليس في بنية الدولة والسلطة في الدولة العربية فحسب، وإنما وضعت كل شيء تقريبا، كانت سببا مباشرا أو غير مباشر في وضع كل شيء تحت دائرة النقاش. ما موضع المرأة العربية في التحول الذي يحصل الآن في المنطقة؟ نعم، الحقيقة الثورات العربية رجت المجتمعات العربية رجا كبيرا، وأفاقتها على سوء
واقعها. وكان السؤال الأبرز هنا أي مشروع سيتصدر الساحة العربية بعد الثورات العربية؟ هل المشروع الغربي أم مشروع يتبنى هوية الأمة وثقافتها، مشروع عروبي إسلامي؟ فوضع المرأة في الحقيقة في الثورات العربية أثبت أن ما زالت الأمة وفية لتراثها ولقيمها ولهويتها الخاصة، وأنها ليست دائما ذيلا أو تابعا للمشروع الغربي. رأينا الإسلاميين مثلا أو العروبيين في عالمنا في بلاد الربيع العربي يقدموا نماذج متميزة من النساء. قدنا المظاهرات، واجهنا العنف الشديد للسلطة، تحملنا تضحيات لا حصر لها، سواء بأنفسهن بأن دخلنا المعتقلات والسجون وعذبنا وحكم عليهن بالإعدام وحكم عليهن بالأشغال الشاقة والسجن فترات طويلة، وما زال بعضهن يقع في سجون حتى الآن. في الربيع السوري عندنا 12 ألف امرأة سورية ضحايا، أرجو أن يكونوا شهيدات في الواقع السوري، 12 ألف يعني رقم مرعب يعني قدمته المرأة السورية في هذه الفترة الصعبة. فهذه النقطة مضيئة، أن الحراك النسوي العربي خرج من عباءة الصفوة العلمانية الخاصة التي يعني تزيف الوعي النسوي في عالمنا وتضعه في خصومة مع التراث. وجدنا الآن الوضع يختلف في حالات الربيع العربي. أيضا يعني تشكيل الوعي في مرحلة ما بعد الربيع العربي بإبراز قضية الحريات على أنها قضية شعبية، قضية أمة وليست قضية امرأة فقط. يعني المرأة مستذلة ومستضعفة ومهانة في عالمنا العربي، لكن استضعافها وإدلالها وإهانتها جزء مما يعاني منه الشعب العربي كله من استضعاف ومن مذلة ومن إهانة. فوضعت وضعت ثورات الربيع العربي المرأة في هذا السياق، في ضمن سياق التحرر العام. الربيع العربي يقول أنه لابد من إنهاء الاستبداد السياسي في العالم العربي وإيجاد حرية عامة تشمل النساء والرجال معا، تقيم مجتمعا جديدا يختار هويته بنفسه وليس بإملاءات الآخر. طيب أستاذة كندا، يعني المرأة قدمت إسهامات في الانتفاضة العربية، هذا قد يكون كلاما عاما مجملا يحتاج إلى نوع من البيان. ما طبيعة الدور الذي قدمته المرأة في هذا الحراك الذي لم ينتهي حتى الآن؟ المرأة كانت جزءا من هذا الحراك، سواء كان ذلك بإرادتها أم بغير إرادتها، فقد وجدت نفسها أمام ظروف وأمام تحولات سريعة، فجائية، إجبارية، كان يجب عليها أن تتفاعل وكان يجب عليها أن تتحرك مع هذه التفاعلات. أيضا من التحديات الإضافية إلى جانب الموضوع الربيع العربي وجانب هذه الثورات، موضوع الانفتاح المعرفي والموضوع الانفتاح الإعلامي وثورة الإعلام. هذه الثورة وهذه الثورة الإعلامية فتحت أعين الناس جميعا إلى تجارب أخرى وإلى مجتمعات أخرى وإلى قيم أخرى، سواء كانت هذه المعلومات سلبية أو إيجابية، سواء كان هذا الانفتاح في له فوائد أو له مضار، ولكن مواقع التواصل والقنوات الفضائية جعلت العالم قرية صغيرة بالفعل، فأصبحت النساء تقارن نفسها وتقارن مجال حقوقها وحرياتها مع الدول الأخرى وتتعلم وتطور مهاراتها وفقا لما هو متاح، ولم تعد تكتفي بما يملى عليها أو تكتفي بالدور الذي خصص لها، وإنما أرادت أن يعني أن تتوسع وأن تثبت ذاتها بشكل حقيقي، من خلال أن سواء أن تشارك في المجتمع المدني، ولدينا حضور واسع للمرأة السورية في منظمات المجتمع المدني، أن تشارك في محاولة الإصلاح، محاولة ترميم آثار الحرب، محاولة احتواء هذه الأضرار قدر الإمكان، سواء بدعم مشاريع التعليم أو دعم مشاريع ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى على مجال المشاركة السياسية. نعم. طيب دكتور حمدي، يعني حتى تكون بوصلة الحديث أكثر انضباطا وأكثر وضوحا، ينبغي في الحكم على وضع المرأة الآن العربية بأنه على ما يرام أو عكس ذلك، ينبغي أن نمتلك المقياس أو المعيار الذي نحكم به على الأمور. ما هو هذا المقياس والمعيار حتى لا تكون الأمور ضبابية وغير واضحة على الأقل في نظر المشاهد؟
أقول إنه لابد أن توضع قضية المرأة في سياقها الطبيعي، أن المرأة حين تبذل كل هذه الجهود من أجل أن تنال حريتها دون أن تنال الأمة حريتها، هذا يعني تضيع للوقت. ينبغي أن توجه كل الجهود لإيقاظ الأمة كلها، لتحرير المجتمعات العربية كلها من ربقة الاستبداد السياسي والفساد السياسي والفساد الاقتصادي الذي ينخر في عظامها. فوضع قضية المرأة في هذا السياق يكون يعني يحرز تقدما حقيقيا في حياتها. أقول أيضا أني لابد أن توضع قضية المرأة ليست في خصومة مع التراث، ليست في خصومة مع الدين، ليست في خصومة مع قيم العروبة. لابد أن يعني تفهم الصفوة أو النخب التي تعلي شأن الدفاع عن المرأة أن هذا استنزاف لقوانا في معارك جانبية، معركتنا ضد الاستبداد، معركتنا ضد الفساد، وليست معركتنا ضد الإسلام، وليست معركتنا ضد تراثنا العربي والإسلامي، وليست معركتنا موالاة للغرب ولا استقواء به. فهذا أيضا معيار مهم من المعايير التي ينبغي أن يقاس بها مدى ما أحرزناه من تقدم. قضية الهوة المعرفية والثقافية بيننا وبين العالم المتقدم قضية مرعبة، يعني ما زلنا نعاني تخلفا كبيرا جدا جدا في هذا المجال، والمجتمع العربي كله مدان بهذا الأمر. مثلا تقرير منظمة الشفافية الدولية سنة 18 يقول أن عندنا 80% من دول العالم الإسلامي ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، الأكثر فسادا في العالم. نصف سكان العالم الإسلامي لا يستطيعون الحصول على خدمات المياه الأساسية، مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي. عندنا يعني في النواحي العلمية عندنا 22 دولة إسلامية ضمن الدول الأقل نموا في العالم. في سنة 18 منظمة بلدان العالم الإسلامي تشكل 15% من الناتج القومي، الناتج المحلي العالمي. كل هذا يدل على ان في مشكله حقيقيه بنيويه في عالمنا العربي. مشاركه المراه العربيه في البرامج العلميه العربيه محدوده جدا، لا تتجاوز نسبتها كام؟ حسب مؤتمر دبي العقد من عده سنوات سنه 2009 قال ان مشاركه المراه العربيه في البرامج العلميه العربيه محدوده جدا، لا تتجاوز نسبتها 14% من المشاركه العالميه او من الدور العالمي. حضورها في منظمات المؤتمرات الدوليه لا يزيد عن كذا في المئة. ففي مشكلة حقيقية يعانيها العالم العربي في من باب الفساد، من باب الاستبداد السياسي، من باب التخلف العلمي والتقني، من باب ضعف الناتج القومي وضعف مشاركة المرأة في كل هذه المجالات. أيضا القضايا الاجتماعية الأساسية، قضية تربية الأبناء وقضية العناية بالأسرة، الحقيقة ينبغي أن تبرز وينبغي أن تكون معيارا للتقدم الحقيقي في حياة المرأة أو في دور المرأة. لا يمكن أن المرأة تظل منشغلة بمشاكل جانبية وتترك التحدي الأكبر وهو تربية أبنائها على قيم الإسلام وعلى قيم مجتمعاتها الحقيقية. هذا معيار مهم جدا، لأن اتخذت قضايا المرأة والاهتمام بها وسيلة للتسلل إلى تخريب المجتمعات من خلال تخريب الأسر العربية. وهي مقاربة تحاول أن تكون مستقلة عن التيار العام. نستشرف مستقبل المرأة العربية بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم أستاذة كندا. في الموازنة بين حاجات المرأة والتي هي حاجات تتدرج من الاجتماعي فالاقتصادي وصولا إلى السياسي وواجباتها، ما هي الحاجات التي ينبغي أن تحصل عليها المرأة في وقتنا الراهن وماذا من واجباتها؟ أعتقد أن المرأة حاليا والحاجة الأساسية التي هي تعتبر من الأولويات هي التعليم،
التعليم ثم التعليم ثم التعليم، التعليم بشقه الشرعي وبشقه الإنساني، العلوم الإنسانية والعلمية والدنيوية. هذا هو السلاح الذي يمكن أن يرفع وعي المرأة، يمكن أن يملكها الأدوات حتى تستطيع أن تواجه مجتمعاتها، تواجه الظروف الصعبة، وحتى أيضا تستطيع أن تفعل دورها في المجتمع وفي عملية التغيير وفي عملية تطوير هذا المجتمع. لكنك قبل قليل قلت إن الآن الجامعات ملأة بالنساء وأن صحيح. التعليم صار جيدا صحيح، ولكن نحن نريد أن نتجه إلى المرأة الشريحة التي تعاني. لا يمكن هذه المرأة أو هذه الشرائح واسعة، الشرائح النساء اللواتي تعاني أو يعاني من انتهاكات أو من ظروف صعبة، أن يخرجن من هذه الظروف الصعبة ما لم يمتلكن هذه الأدوات. إخراجهن بشكل إجباري أو أن تأتي يعني جهة خارجية تستقوي عليهن، تستقوي من أجلهن بالقوانين بشكل قسري، هذا الأمر غير صحيح. لابد أن نعيد لهذه النساء ثقتهن بأنفسهن، قدرتهن على التغيير، وعلى أن يؤمن أنهن قادرات على أن على صنع شيء أو على تحقيق إنجاز. وهذا لا يكون إلا بأن يحققنا درجة من الوعي أولا، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال التعليم. هذا التعليم سيعطي عند النساء حالة من الإحساس بالمسؤولية، حالة من الاعتماد على الذات، وحالة من الرغبة في التغيير، التغيير الذاتي ثم التغيير المجتمعي ثم المشاركة الفاعلة من أجل تحقيق يعني الدفع بالمجتمعات نحو واقع أفضل. كما أشار الدكتور قبل قليل، واقع مجتمعاتنا العربية واقع سيء جدا من كافة النواحي، فنحن بحاجة لكافة الجهود وكافة الجهاد واستنهاض هذه الهمم وهذه العقول حتى ندفع بعجلة التغيير نحو يعني مجتمعات أنضج ومجتمعات أكثر تطورا وأكثر استقرارا. قياسا دكتور حمدي إلى المعيار الذي وضعته قبل الفاصل، وهو معيار الشريعة الإسلامية والثقافة العربية المرتبطة بالإسلام، وبنظرة استقرائية للمستقبل، إلى أين يسير وضع المرأة في المنطقة العربية تحديدا؟ يعني بهذا المنظور نقول إن المشروع الإسلامي كله في صورته الناهضة، يعني في صورته الحركية، يعاني أزمات شديدة جدا، وأزمات المرأة في ضمن هذه الأزمة التي يعاني منها المشروع السني بالذات في المشروع الإسلامي. أقول إني من ضمن أهم مشكلاتنا إني البعد الثقافي التصحيحي لوجود المرأة أو لدور المرأة أصبح يحتاج إلى مراجعة. يعني عندنا قدر كبير من الثقافة الإسلامية نفسها ينبغي أن تراجع. عندنا تصورات من العصور الراكدة التي مرت بها أمتنا الإسلامية، تلك العصور التي كانت ترى تعليم المرأة خطأ، وأن المرأة لا ينبغي أن تخرج من بيتها إلا مرتين، مرة إلى بيت زوجها ومرة إلى القبر، وأنه ينبغي أن تسير المرأة على حواش الطريق ولا تسير في جانبه أو في وسطه، وأن المرأة ينبغي أن تفعل كذا وكذا. عصور كبلت المرأة وكبلت قدراتها، رغم وجود محاولات تصحيحية في تلك العصور، أنتجت علماء كبار وعالمات كبيرات قدمنا لنا زادا كبيرا. لكن الآن المشروع الإسلامي الناهض حديثا يواجه تحديات كبيرة جدا، ولابد المرأة أن تقوم بدورها في ذلك. طيب. يعني طيب المرأة التي سأعود إليك دكتور حمدي، أرجو المعذرة عن المقاطعة حتى لا يدرك أن الوقت، أذهب إلى ضيفتنا في الاستوديو ثم أعود إليك مرة أخرى. أي دور يمكن للمرأة العربية أن تؤديه في المرحلة المقبلة، وهي مرحلة قد تكون فارقة في مستقبل المنطقة العربية؟ إذا استطعنا أن نمكن هذه النساء وأن يمتلكن الوعي ويمتلكنا العلم المطلوب، يمكن للنساء أن يصنعن ثورات كبيرة، كما حققت المرأة الألمانية دورا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية في إعادة إعمار بلادها وفي الانتقال من مرحلة الأنقاض إلى مرحلة النهضة، والنهضة العلمية والنهضة الصناعية. المرأة تستطيع بمشاركة مع الرجل وبتعاون مع الرجل وبتعاون مع المجتمع أن تنهض بهذه المجتمعات، ابتداء من تربية أبنائها ثم من تغيير واقعها ثم من تحسينه ودفعه باتجاه أن يصبح أكثر انضباطا وأكثر تقدما وأكثر حيوية، يستقبل كل الجهود التي تدفعه لأن يصبح في مصاف المجتمعات المتقدمة. طيب، يعني أختم معك دكتور حمدي،
يعني كلام طيب تفضلت بذكره، وكذلك ضيفتنا في الاستوديو، من أن للمرأة دورا مهما في هذه المرحلة المقبلة من تاريخ المنطقة العربية، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. لكن دعني أتبنى رأيا قد يكون غائبا في هذه الحلقة، ويقول بأنه كل هذا الكلام غير قابل للتحقق إذا لم يتم إحداث اختراق حقيقي في بنية الدولة العربية، إذا لم يحدث تغيير حقيقي في السلطة، يعني بمعنى تغيير الأنظمة بالكلية حتى تستطيع أن تضع إطارا عاما تتقدم فيه المرأة العربية. هل توافق على هذا الرأي؟ وهل هذا يعني أنه ينبغي أن تبقى المرأة ساكنة حتى يحدث هذا التغيير؟ يعني السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والتغيير لا يأتي للشعوب لتتمتع بثماره من غير جهد منها. الشعوب هي التي تصنع التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تكاسلت شعوبنا عن دفع ضريبة الحرية فلا ينبغي لها أن تتبنى طلب الحرية. إن تكاسلت شعوبنا عن السبق العلمي والحضاري في عالم لا يرحم فلا ينبغي لها أن تنتظر اليوم الذي تتقدم فيه وتودع هوتها الثقافية والحضارية. التغيير لابد أن تكون المرأة كما الرجل، كما المجتمع كله، قادرة على صياغة هذا المجتمع صياغة جديدة. نعم، أنا أؤكد أن التغيير لابد أن يكون تغييرا جذريا في عالمنا العربي والإسلامي، يتناول كل هذه الأنظمة التي يعني في معظمها وفي جلها أصبحت وكلاء للغرب لتنفيذ مشروعه. لكن هذا واجب ثقيل وجهد سيحتاج ربما أجيال من الناس، فيعني علينا أن نكون مستعدين لهذا النضال الطويل وقادرين على دفع أثمان هذه المنظومة التي نريد إيجادها بعد تغيير ركامنا الذي نعاني منه في عصرنا الحالي. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. الحرية لا توهب وإنما تنتزع، وعلى شعوبنا أن تتبنى فكرة أنها قادرة على التغيير وأن تثق في نفسها أنها قادرة على التغيير. على المرأة أن تودع المشكلات السخيفة التي يحاول بعض المنظمات النسوية أو بعض دعاة المشروع الغربي أن يجرنها إليها، إنما ينبغي عليها أن تتبنى قضايا وطنية الحقيقية، قضايا الاستقلال السياسي، قضايا الحرب على الفساد، قضايا التعليم والثقافة والتربية، قضايا بناء مجتمع جديد يقوم على الأسرة السوية السليمة التي أخذت حقها من التربية والعلم، قضايا إنهاء العنوسة بأي شكل. هذه مشاكل متفجرة في عالمنا العربي والإسلامي، هذه قضايا يتاجر بها. الاتجار بالنساء أصبح جريمة ممنهجة في عالمنا العربي والإسلامي، الاتجار بالنساء أصبح جريمة عالمية. فينبغي أن تحترم المرأة المكان التي وضعها دينها فيها، وأن تفهم أن قضايا الحرب على الإسلام وقضايا الخروج عن سياق الإله الذي وضعه فيها قضايا لن تجر عليها نفعا، إنما تؤكد أن المجتمعات ما زالت في حاجة شديدة إلى تغيير ثقافي كبير يحتاج مدى ويحتاج تضحياته ويحتاج من يصوغه من الرجال والنساء والعلماء والعالمات، وهن موجودات بإذن الله. أشكرك دكتور حمدي. أختم معك أستاذة كندا، يعني الانتفاضة العربية كانت فرصة نادرة لكشف الاعتلالات الحاصلة في المجتمعات العربية. كامرأة تؤدي دور نصف المجتمع، ماذا كيف يمكن أن تلعب أو تؤدي دورا مهما في صوغ المجتمع من جديد في المرحلة المقبلة؟ المرأة العربية يعني كتلة من الطاقات، تحتاج إلى بيئة فقط، وتحتاج إلى من يؤمن بها ومن يدعمها حتى تستطيع أن تعطي، وحتى تستطيع أن تنتج، وحتى تستطيع أن تضع أثرها في المجتمع. هذا الجو أو هذا المناخ الجديد يحتاج من الجميع التكاتف حتى نفعل دور النساء ونفعل دور نصف المجتمع. نحتاج إلى أن إلى حالة من الدعم الكامل وحالة من المراجعات كما ذكر الضيف للكثير من الأفكار والكثير من الأعراف التي قد تكون هي الحاجز أمام حركة المرأة. هذه على النساء الآن أن يعني يستغلن الفرصة من أجل الاستفادة من كافة المعطيات لإثبات وجودهن، لزيادة خبراتهن وتطوير أدواتهن، حتى يعني يصبحن قادرات على المشاركة الفعلية وامتلكن الخبرة في عملية التغيير. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدينا الفاضلين، أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو،
الأستاذة كندة حواصلي الباحثة في قضايا المجتمع، وكان معنا من اسطنبول عبر سكايب الدكتور حمدي شاهين أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. الشكر الأكبر لكم على طيب المتابعة، في حراسة الله.